تشد كلامية بين كلايبي بيجي وبيا الزردي بخصوص تلقيب الحبيب بورقيبة بالزعيم. تعاركوا الزوز وشدد كلاي قال انه ما يمكنش انه يعتبر حسب كلامه هو قال ما يعتبرش زعيم خاصة انه وراء التفويت لفرنسا في ثروات البلاد من الملح والحديد واللي بني بيه برج ايفل في معناته بني بيه برج ايفل في عاصمة باريس. واتهمت بيد الزردي كلاي بي بي جي بالشعبوية والاختباء وراء اسم كلاي اللي لا علاقة له بتاريخ تونس وبجلوا معناها على الاسامي الاخرين. وقالت اللي معناها ما لازموش يطيح من قيمة الزعيم الحبيب بورقيبة. أنا الحق ما شفتوش الخلاف ما بيناتهم ما تفرجتش على الحصة هذيك باش نعرف كيفاش نعلق. أنا ما قيت ما علق ولا أما تعرف النساء التونسيات احنا إيش بدلهم إيش بدلها راجلها ولا خوت إيش بدلها بورقيبة. أي فوالا وي إلا بورقيبة سيغتو با. اسمعوا فلة. أصدرت الدائرة الجناحية محكمة الاستئناف في مدنين حكم يقضي بتأييد حكم إدانة الفنانة شابة بشير مع التخفيف من الحكم من كانوا من 14 ولا 12 شهر لستة شهور بعد تنازل عون المطار على حقه الشخصي. وبنصير نتفكروا شنية الحكاية معناها العركة اللي صارت بين شاب بشير والعون ذي خديغني أغمو نجح المحامي بتاع شاب بشير إن هو يقنعه أنه يتنازل على القضية. والله يعطيه الصحة كثر خير والراجل تنازل على حقه على خطر حتى كان مش على خطر شاب بشير على خطر أمه ديجا اللي شفناها معناها حكيت برشا وموجوعة على ولدها دونك يرحم والدي. ولا اسمعوا فلة. نشرت الفنانة أحلام مقطع موسيقي للعمل الفني المقبل في الانستغرام وعلقت ليه وقالت قريبا. أحلام فتحية الحاجة جديدة اللي هي أول حاجة ظهرت بلوك جديد جملة هي ديما تبارك الله للوك تبدل فيهم لكن اللوك الجديد ذي زيد بين لها الرشاقة والجمال والأنيقة بتأحلام تسريح شعر جديدة اعتمدتها خصيصا للكليب ذي جديد. وجديد زيادة أن الغنية باش تكون باللهجة المصرية يعني أحلام بشتغني بالمصري. والحكاية زاد ظهرت من كومنتير تحط لها من واحد من المتابعين طلب منها قال لها إن شاء الله تكون الغنية باللهجة المصرية أخي كتبت له تحت الكومنتير قريبا ربي يستر من أحلام تغني المصري خاطر ما تشب إن شاء الله ما تطلعش تشبه كي تحكي بالفرنسي شفتوا كي تحكي بالفرنسي شيء كبير كنت هذه أسبوع وفلت.